الشيطان، وفاول راح ينفذها سي ضياء احد المختصين في شؤون الكرات الثابته في الكره البحرينيه، وهنا مع العنابي بتلعب تنحط الله. وزير الكرات الثابته في نادي النصر سي ضياء يفتتح التسجيل في احد الحلول. الحل بالكرات الصامتة نطقت بحريني، وجاء الهدف الأول لسي ضياء يضيء الدرب، يضيء الدرب بعدما عجز في الكرات الملعوبة في كرة ثابتة. سي ضياء الحل جاء من طرف بطل الخليج مع منتخب البحرين. البطل الخليجي سي ضياء شوف خدعت حارس المرمى، ارتطمت بالأرض ورطت حارس المرمى وهكته الحيطة بعد ربما تكون ناقصة ثلاثة. ليش بالحيطة ثلاثة؟ ليش بالحيطة؟ ليش مو أربعة؟ ليش مو خمسة؟ والكرة بتمر من حارس المرمى بعد ما ارتطمت بالأرض وخلت من توازنه ومرت في الشباك سيد ضياء.